سيد الوزير، دعني نقول لك ما سينيسا يهضر لغة الصراحة والاحترام والمحبة. فو زاد زين باليماج بوليتيك، وانا نكل كل احترام من لا ستركتور بوليتيك اللي كنت فيها انت ورجالك، انا نعزهم ونكل لهم كل احترام. ولكن دعني نقول لك سيد الوزير، كي هضرت على الجيكس نسقسيك برك، ما هي المعايير اللازمه للحصول على رضا الجيكس؟ هذا السؤال الاول. ثانيا، سيد رئيس الجمهوريه دار 54 تعهد وروفهم برسك اكل، واليوم سيد رئيس الجمهوريه اختارك انت بين الرجال كل موجودين على القدر الوطني، لانه شاف فيك قدرات وشاف فيك انك راح تحسن يعني هذا القطاع. ولكن اليوم دعني نقول لك سيد الوزير، اني لا اريد الخوض في ازمه الحبوب والباقوليه، ولكن اين مصالح الرقابه وقمع الغش والاسعار؟ لا اثر لهم في الميدان باستثناء نشر الثامنه، كما ان معظم الاسواق في الجزائر خارج الرقابه. سيد الوزير وراه جديد في القطاع سيد الوزير في هذا المجال، ولم نستطيع حتى شرح اسباب الفوضى للمواطن، او نزيد نقول ازمه باقوليه وقبلها اللحوم البيضاء ثم الحمراء، ازمه الحليب. اين انتم من كل هذا سيد الوزير؟ علامه استفهام كبيره وحيره المواطن اكبر. الى اين يتجه المواطن؟ فوضى في اسواق، غياب شبه تم للتنسيق بينكم بين قطاعات الفلاحه والصيد البحري والصناعه التجاره، يستنجدون ويستنكرون والمواطن في حاله. سيد الوزير دعني نقول لك انه لي شيفر اللي ذكرتهم 14 مليار دو دولار، دعني نقول لك انه لو مونكا غاني في هذا القطاع، كون جيتوا تفاهموا مع الصناعه مع لا دوان، كون لو مونكا غاني تلقاوه بوتيت سي لو ميم شيفر ولا يديباس. كون تشوف شحال السلعه يجيبوها في لي بور ويهربوها، هذا هو سي سكون ابل لو مونكا غاني. فيما يخص قضيه تنظيم السوق، وانا اتفق مع السيد النائب في الكثير مما طرحه في فوضى السوق وفي بعض النقائص، لان لو كان نجيو اليوم نصرحوا بعضنا ونقولوا بلي تو فابيا، ما راناش نخدموا في البلاد، رانا نجاملوا في بعضنا. لكن خليني نقول بان كل الملفات اللي ذكرتها سي ماسينيسا اللي تتطلب انها تحل مفتوحه فيها ورشات ضخمه، للاسف تاخرنا كثير في الكثير من الاشكالات، لكن رغم ذلك فيه مجهودات جباره لقضيه المراقبه، فيه مجهودات جباره لبناء اقتصاد وطني. اليوم ماشيين باش نمشي ونبنيو اقتصاد وطني، لكن فقط اعطيت لي الفرصه لانني نشكرك اننا نبقى في لب السؤال، ان في برنامج السيد رئيس الجمهوريه انتقلنا من فوضى الاقتصاد وفوضى الاستيراد الى تنظيمه ليس بكبحه، ولا ب يعني اننا نحرم الشعب الجزائري من بعض المواد. تنظمت هذه الامور، هي منظمه، ما نقولكش لحقنا المثاليه، لكن ماشيين الى اننا ننظم السوق بطريقه ايجابيه.